أذكر قصة بسيطة يعني. سمع. يوم من الأيام أحد الأشخاص جت أخته زعلانة، وهم في خبر من أول بيوت شعر، لا في بيوت وقرى. فجت أخته زعلانة من رجلها وضاربها زوجها لسبب ما يعني، فجت زعلانة، قام أخوها قال أنا أدبه، أنا أوريه وبشري وما يصير خاطر كله طيب. دخلها عنده اليوم الأول، اليوم الثاني دعا زوجها قال له تعال أبغاك، دعاه وقال له أبشر إن شاء الله مالك إلا اللي يرضيك، والله لا خليها تجيك هي بنفسها، عرف المشكلة وعرف الدعوة، قال خليها تجيك بنفسها. فقام سوى قال لعياله زوجته وأخته عنده، قال زينوا عشاء، بيجون رجاجيل على العشاء. يوم زينوا العشاء وهم يزينوا العشاء ويروح برا ويصوت، قال هذا رجال جاي هو بنفسه يصوت. يوم دخل عنده وقام يصايح وجاب العصا ويضرب في العصا، ما هو برجال، هو حط الفروة وقام يضرب بالفروة ويصايح بصوت عالي ويغير صوته على سنار الرجال، يقول له تكفى تكفى فكني، وهو يضرب الرجال. المهم راح وقال أخته وزوجته، قال ترى هذا رجلك جاي وأنا الحين ضربته، وهذا وهو مدري والله حي ولا ميت في الخيمة. وراح فر من تخبر ليل بيوت لا فيها أنوار، وراح ندس بالفروة وقال وقام يصيح يون. جت هي وقالت حسبي الله عليه، على من؟ على أخوها، على أخوها. جعل يده الكسر الله لا يوفقه، جعل يده وتدعي على من؟ تدعي على أخوها، طلع الحب. فقام فشال الفروة قال أقول لا إذا كسر عود الرجل الله يستر عليه، وقام شوف بالحكمة رجعها الرجلها. وما للمرأة إلا يقولوا ما للرجل إلا المرأة إلا رجلها، والرجل ما له إلا أمرته، أمرته طبعا أكيد صح. ما فيه مرأة، نعم ما هو بيت، أي مو بيت صحيح. فالناس إذا حصلوا البنت إذا حصلت من يعينها على حل المشكلة، مو صح. ما هو يزود المشكلة، لازم يبي لها ناس عقل وركادة، ويبغى الحي يحلون ترى كثير من المشاكل حلت بسبب إيش؟ بسبب الناس بالعقل والمنطق. المنطق لا نعم. ولين صار ناس قريبين بعد من الأسرة مثل هالأخو نعم. ولا أبو نعم. ولا حرمة عاقله أمها نعم. ما شيشوها إلا تعالى يخليه يجيب عندنا فلانة محامية ولا اثنان محي نعم. ومن ندخل في النت ثم تجي لواحد إن كانت مستشار أسري لا عنده لا خبرة ولا فطنة ولا دراية. أن تسأل هل فيه عيال أحيانا من الحكمة، وأنا بناخذ منكم الآن يعني نتشاركنا وياكم في الحديث، أحيانا بعض المستشارين أو بعض المصلحين يسأل وش ثلاث من إيجابياته من الأمور الزينة فيها. سانها مرتن عاقلة قالت والله أنه كريم، راعي صلاة، راعي. نشوف الجانب الثاني صحيح ونسمع أكثر.